أي والد الطالب المواطن حمد النصار اللي تعرض ضرب من قبل المباحث حسب ما يدعي. مساك الله بالخير اختي العزيزة. أنا مساك الله بالنور. طول بعمرك، تفضلي اختي، شكواك. والله شكواي ان ولدي طقوه رجال المباحث، رجال مباحث المرور. ليش طقوه؟ مني والطريج مني ام حمد؟ مني والطريج والله. مني والطريج طقوه؟ جايين هم مباحث المرور طبعا لابسين مدني هم. يعني لا في هوية لا في شيء، حالهم حال الناس جايين يمسكون كنا اللي راكبين بقيات أو شغلة مثل هذه، طقوهم صار طق مطاقق معاهم وانحاشوا اللي راكبين بقيات، انحاشوا منو لقوا قدامهم؟ عيالنا. قام يا واحد كان يطق ولدي على فكه، طبعا كسر بالفك يعني هو بس ما يخالف ام حمد. صارت الهوشه مع البقيات، يعني يا رجال بحث باشره لولدك؟ لا الحين هم صار طق بينهم وبين الشباب مرات البقيات. بس فصار طق بينهم فانحاشوا، يعني صار يعني صار بينه وبين الشرطه. ايه بينهم وبين المباحث هذيل المرور. انزين انزين بس انحاشوا ففي شباب واقفين، لا خلينا نزخهم وناخذهم. زين هذيلك انحاشوا، شكوا عيالنا، شكوا اي واحد تشوفونه تزخونه وتاخذونه وتطقونه وتاخذونه، زين ليش تطقونهم؟ زين الولد قاعد يقول لك انا ما سويت شيء، الطقه على حلجه وتكسر فكه، لا وي واحد ثاني طقه بالعطاءه ما شنو اسمها هذه والعجره، ليش سبعه؟ ليش؟ شنو ابفهم شنو الجريمه اللي سواها؟ شنو سوى شنو الجريمه؟ بس ابفهم شنو الجريمه؟ اذا انت مو من حقك انك تطقه، ليش تطقه؟ انت مباحث مرور، سوى مخالفه، سوى شيء، اسحب منه الاجازه، اخذ بطاقه المدنيه، اركب السياره، يلا قانون قانون قانون. بس تطقه ليش؟ ليش تطقه؟ الحين ولدي فكه مكسور بالمستشفى نايم. اي مستشفى؟ وفي عمليه حمد. الاميري. الاميري متواجد فيه تقرير. وفي تقرير. وفي تقرير. وباكر عمليته؟ عمليته باكر او الاحد. لا ويقول لي الدكتور بعد انه ممكن ما يرد مره ثانيه، مثل يعني لا تقولين شيء ينكسر يرد مره ثانيه. الدكتور موجود بالمستشفى. ما يرد مره ثانيه. شباب شلون يعني ما يرد مره ثانيه؟ يقول لا تدين شيء ينكسر ما يرد مره ثانيه، وممكن يصير هم التنميل والتخدير اللي بحلجه هذا ما يروح. زين وبعدين؟ سجلتوا قضية اخت في قضية؟ اي قضية بالمخفر، قضية موجودة باكر في نيابة ومحولة النيابة. اي تحولت عن نيابة. حلو حلو. بس انا ايه. بس انا ايه. اقول لك انا اناشد وزير الداخلية، احنا بديرة قانون، وانا ادري ان القانون نزيه في الكويت. نعم القانون نزيه في الكويت، بس انا ابي اخذ حق ولدي، هذيل عيالنا، هذيل عيالنا. القانون قانون، انا معاك، انا مو ضد القانون، بس بالحق بالحق. حتى لو شنو مسوي يلا انا بمشي معك، حتى لو شنو مسوي بس ما اطقهم. ليش اطقهم؟ ليش اطقهم؟ انا بس ابي اعرف هالنقطه، ليش اطقهم؟ للاسف ليش اطقهم؟ انا بس ابي القانون. انا اناشد وزير الداخليه مره ثانيه، انا ابي اشوف الحق، انا ابي اشوف الحق، ابي احس ان انا ولدي خذ حقه، ولدي ما سوى شيء يا ناس، ما سوى شيء. ماشي محمد. الواحد شو يقول؟ ما يقول الا حسبي الله ونعم الوكيل. وصلت رسالتك اخت محمد، وراح يكون ان شاء الله هناك تعقيب من وزاره الداخليه، ويعطيك العافيه ان شاء الله. واحنا ديره وانا على قناعه ان الشيخ محمد الخالد الصباح ما راح يرضى عن هذا الموقف، راح يطلب تحقيق، والحمد لله احنا بنقول ديره خير وديره قانون. فعلا اتخذ القرار وتم احالته للنيابه، تم احاله هذا الموضوع للنيابه العامه. عندي مداخله.